أما الموسم العاشر عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور 32، والنتيجة تعادل 40 سانت ماري حلوان 40 كلية البنات القومية اسكندرية. حصل عندنا تغييرين في كلية البنات، ألاء محمد نزلت مكان طيف حسن، وماريا عماد نزلت مكان ملك كريم. يا ماريا عايزة تمثلي انت كمان؟ حصل. انا رايي ما نعملش حلقه ونعمل فيلم، ايه رايكم؟ نقفل الحلقه دي على كده وندور على فيلم. ازيك يا ماريا؟ الحمد لله تمام. خدتي مركز اول صح ولا غلط؟ يعني احكي لي على التجربه دي. هو كانت مسابقه في المدرسه بين المعاهد القوميه، بس فكانوا بيعملوا اوديشن يعني وكده، فنزلت حضرت الاوديشن واختاروني يعني، ورحنا المسابقه وكده وخدنا مركز اول على المعاهد القوميه. جميل جدا. الاء عايز تخش انت كمان فنون جميله، يعني انتوا الاثنين عايزين فنون جميله. اشمعنى فنون جميله يا الاء؟ بحسها يعني بحس نفسي فيها قوي، بعيده بقى عن الطب وهندسه وكده، وحاسه ان انا شويه ابداع بقى كده. انا بحب قوي الرسم واي حاجه ليها علاقه بالفن عامه بحبها. بس هم هي حلقه فنيه النهارده، اشوف هتعملوا ايه الفقره اللي جايه. جود لك ليكو. وحصل عندنا تغييرين في مدرسه سانت ماري، ميرنا جوزيف نزلت مكان كنزي منتصر، وميار احمد نزلت مكان ماريا جرجس. ميار، ازيك يا ميار؟ الحمد لله. علاج طبيعي. اشمعنى علاج طبيعي؟ يعني انا اصلا مامتي مدرسه ساينس، فحببتني في الساينس عامه وخصوصا البيولوجي، وقريت في كذا مجال في الطب، وكان اكتر مجال حبيته بصراحه كان العلاج الطبيعي، كان شدني قوي. يعني رأيي يعني ان المجال ده احنا في مصر محتاجينه، بيبقى عندنا مشاكل وعلاج العلاج الطبيعي، ودايما نسأل بعض تعرف دكتور علاج طبيعي كويس. فالعلاج الطبيعي ده مجال مهم جدا، عايز ناس تحبه وتشتغل فيه بشغف، يعني يبقى حد زي كده من وهو في سنك حاسس ان هو ده المستقبل بالنسبة له، فأكيد هيعمل شغل حلو ان شاء الله. جميل جدا. وميرنا، اخبارك ايه يا ميرنا؟ تمام الحمد لله. ميرنا بقى دكتوره اسنان، راحت حته تانية خالص. اشمعنى دكتوره اسنان؟ من زمان وانا بحب الموضوع ده، وانا اصلا بخاف منهم جدا، فبحاول العب على الحوار ان انا يعني ما اخوفش الناس من دكاتره الاسنان عشان يتعالجوا. عايز اطمنك ده ملوش حل صراحه. بس عشان يعني ما تديش لنفسك امال واحلام وكده. لا لا لا، ما تقلقيش خالص، كل الناس هتترعب من دكتور السنان. انا من النوع اللي يستحمل الالم ولا يروح لدكتور سنان للدرجه دي. فالموضوع ده يعني برضو بيعمل لي مشاكل كتير، ف لا يعني عايز اغير الموضوع ده، احاول اغير. يعني مش هتنجحي بس شد حيلك. يعني ممكن تبقي الدكتوره شاطره، انا موافق، ممكن. بس ان انت تحسسيني ان انا مش قلقان وانا جاي لك مش هيحصل. قولي لي بقى اخبار البيانو ايه؟ تمام الحمد لله. بتعزفي بيانو؟ بتحبي تعزفي لمين؟ عبد الحليم، أهواك وأول مرة تحبي قلبي، وأم كلثوم، بحب أعزف أنت عمري. ياه إيه الجمال ده، لما الجيل الجديد يعزف لأم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، دي حاجة عظيمة جدا، برافو عليك يا ميرنا، منا لك كل التوفيق. نرجع بقى الماتش النهاردة، المباراة الجميلة في دور الـ 32 والفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. ميار أحمد وسلمى حجازي اتفضلوا. ميار وسلمى، سلمى وميار، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقاط، والنتيجة تعادل. السؤال اللي جاي من دلوقتي بقول لكم إجابته مش بريطانيا. أظن مفيش أجدع من كده، يعني بريحكم. معلومات عامة، والسؤال هو بيلد هي جريدة عالمية شهيرة، ففي أي دولة أوروبية تصدر؟ الجريدة الأوسع انتشاراً في البلد دي، أول عدد منها صدر 1952. فرنسا؟ فرنسا؟ إجابة خاطئة. يعني احنا كده طلعنا بريطانيا وفرنسا بره. تمام. دوس على البازر. هي تخمينة. سويسرا؟ قربتي. سويسرا
إجابة خاطئة. الأكثر انتشاراً في ألمانيا. تفضلوا. رياضة مريز تفضلي، وألاء. ألاء ومريز، مريز وألاء. وسؤال في الرياضة، وعشان احنا عارفين ان المباراة دي بنات، فاحنا هنسأل عن بطلة عظيمة. تمام؟ رياضة. والسؤال هو، في اي رياضة تحترف اللاعبة المصرية بسنت حميدة؟ حصلت على الفضية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019. مصر كسبت في البطولة دي 273 ميدالية. سباحة؟ سباحة؟ إجابة خاطئة. احتياطي مدرستك مش موافق، هم عارفينها. ألاء رفع أثقال؟ رفع أثقال إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ألعاب القوة. وكلنا نحيي البطلة المصرية بسنت حميدة. تفضلي. ميرنا وسلمى، سلمى وميرنا، سلمى عزت وميرنا جوزيف، ميرنا جوزيف وسلمى عزت، ولسه واحد لواحد ما عندناش نقط. وعندنا سؤال في التكنولوجيا. السؤال اللي جاي مش صعب، سؤال سهل تكنولوجيا. والسؤال هو، إلى ماذا يرمز الاختصار PGDN في لوحات مفاتيح الكمبيوتر؟ Page down. إجابة صحيحة. Page down إجابة صحيحة. سلمى 10 نقط، غيرت النتيجة 50. كلية البنات اسكندرية، 40 سانت ماري حلوان. وسؤال بعشر نقط في القدرات الذهنية، يا تتعدلي تاخدي 10 نقط زيادة. هنشوف مين اللي هيركز أكتر. قدرات ذهنية. والسؤال هو، إذا كانت كل فاكهة تساوي عدد حروفها، حل المسألة الآتية، خوخ زائد برتقال في عنب يساوي كام؟ سبعة وعشرين. إجابة خاطئة. إزاي؟ خوخ زائد برتقال في عنب. إجابتك 18. إجابة خاطئة. إزاي؟ تعالي نحسبها سوا. 18 و21. أيوة بالظبط كده، بالظبط 21 بالظبط. سؤال سهل جدا. هارد لك الفقرة دي، ثلاث أسئلة ما تجاوبتش. نتيجة 50 كلية البنات اسكندرية، سانت ميري حلوان 40. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح. والسؤال هو، من هو الفنان الراحل الذي لعب دور بدر السيوفي في مسلسل رحيم؟ مريز. حسن حسني. الراحل حسن حسني. إجابة صحيحة. الراحل حسن حسني هي الإجابة الصحيحة. وبكده سانت ماري اتعدلته 50-50. أغاني موسيقى. والسؤال هو، فنان شارك شيرين غناء أغنية كل ما أغني، فمن هو؟ مريم. حسام حبيب. طب كانت ألحان مين؟ حسام حبيب برضو ولا إيه؟ حسام حبيب برضو. إجابة صحيحة. أيوة، من ألحان حسام حبيب فعلا، وكلمات محمد سرحان. اتقدمتوا، نتيجة 60 سانت ماري، 50 كلية البنات. خلي بالكوا هم بقى فقرة الفنون شاطرين شوية. لوحات ومعالم. والسؤال هو،
يقع المتحف في الصورة بإحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ المتحف الوطني للمنسوجات، تكستايل. الهند؟ ألا الهند؟ إجابة خاطئة، مش الهند. في إجابة؟ مرنا. إندونيسيا؟ إندونيسيا، قربتي. إجابة خاطئة، في كوالالمبور في ماليزيا. 60-50، وآخر سؤال في سرعة البديهة. خلي بالكوا، السؤال الأخير اللي هيدوس على البازر هاخد إجابته في ثانية، فرصة تتعادلوا. السؤال اللي جاي مش صعب، سرعة البديهة. والسؤال هو: ما هو اسم الفيلم المحذوف في الصورة؟ مرنا، تيتا رهيبة. خطفوا منكم البازر، وتيتا رهيبة إجابة صحيحة. كان بطولة مين؟ كان بطولة سميحة أيوب ومحمد هنيدي. لا، سميحة أيوب بقى ما ينفعش يقول عليها سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي. سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ولازم نحييها كمان طبعا. النتيجة في نهاية الفقرة 70 سانت ماري حلوان، 50 كلية البنات اسكندرية. كلية البنات اسكندرية خلي بالكم، سانت ماري بيحاولوا يهربوا بالمباراة، ولكن لسه الفرق قريب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 240,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.